السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم عند جواز الدار، اهلا وسهلا بكم. اليوم شاركت معكم اليوم الرغيف اللي صيفطت معكم، ودروكا غادي نشارك معكم الخضيره ديالنا. جبت الخضيره من السوق كيف كتشوفوا دروكا، الخضره جديده، جبت رخيصه تبارك الله ما غاليش بزاف. جبت الباربا، جبت البطاطا، جبت الخيار، جبت الدنجال، الفلفلة، المهم غسلتهم وحطيتهم هنا يسقطرو. وجبت شويه ديال الحوت، هاد الحوت اللي جبت ديال هاد السمطه الصغيره هكا، كتجي بينه وبيضه جديده. ها نتوما شوفوها كيف دايره، غزاله غزاله غزاله. وبغيت نشاركها معكم بطريقه سهله، وبغيت ندير واحد الشوربه، شوربه ماشي عاديه، ماشي مورفين كنديروها. الشوربه اللي غندير اليوم، غنعلي التليفون شويه باش تشوفوا الخضر. ملي كتكون عندكم الخضر طريه وجديده، غندير واحد الشوربه سهله فيها الباربا او البنكار اللي كيقولوا الشرقيين. عندي البصله البيضاء، عندي اللفت، وعندي واحد مطيشه، تقريبا واحد مطيشه بندير غير كميه صغيره، وانتم الا درتو كميه كثيره كتزيدوا مطيشه. عندي القرعه الخضراء، البطاطا، خيزو، الجزر، وعندي سميتو الخس. الخس غنديرو في هاد الشوربه، غندير فيها الخس، وغادي ندير فيها جميع الخضره غنديرو فيها. غندير فيها الدنجال والخيار، غندير فيها نص خياره وشويه ديال اللقامه العبديه، اللي غنديرو لقامه حنا الا ما عندناش سميتو، نديرو هاد اللقامه العبديه حتى هي، غندير منها شويه باش جينا الشوربه زوينه. وغادي نديرو فيها شويه القزبر او المعدنوس. المهم غادي نعاود لكم، درت الجزر، درت سميتو هذا، مشات لي سميتو الصراحه. عندنا الخيار، وعندنا البطاطا، وعندنا البنكار او الباربا، عندنا البصله البيضاء، وعندنا اللفت ومطيشه. كلشي هاد الخضر كنقردهم، هاد الخضر كلهم كنقردهم وكنديرهم في شي كاسرونه كيتسلقوا ليا، وكندير حتى الدنجال. حتى الدنجال درت وحيد واحد الدنجاله. المهم غادي نخليهم يتسلقوا ليا. كيف كتشوفوا هنا، انا قردتهم، ها هما الخضر راه قردتهم. ها نتوما كتشوفوا المرقه ديال هاد الباربا، الماء ديال هاد الباربا ديال هاد الشوربه راه ها نتوما كتشوفوا حمر بالباربا. ها هما الخضر. دابا غادي نطحن هاد الخضر، وغادي نجي معكم باش نوريكم باش غادي نسمو ملي غادي هاد الشوربه نطحنها في الماكينه، حيت الخضر قربوا يطيبوا. غادي نطحنهم وغادي نوريكم كيفاش غادي نسمهم. المهم انا شاركت معكم هاد الشوربه، غادي نوريكم كيفاش الا طحنا هاد الخضر. وهاد الحوت عادي، هاد الحوت غادي نديرو فيه غير شويه ديال، ما غاديش نكثروا فيه بزاف العطريه. هاد الحوت سمحوا لي لانني ما كاينش اللي قبض ليا التليفون. هاد الحوت ما غاديش نكثر فيه العطريه، غادي ندير فيه غير شويه البزار، هانتوما، وشويه ديال الملحه صافي. غندير مقبلات مرافقين مع هاد الحوت، وهذا الشيء اللي كاين. ملي نطحنوا هاد الشوربه ديالنا في الخضر، حتى صحاب الريجيم يقدروا يشربوا هاد الشوربه. ما غاديش ندير فيها الزيت بزاف، فقط معلقه د الزيت غنزيد نزيدها، وندير فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. حتى البزار الا ما بغيتوش تستغناو عليه، وغادي نزيد فيها واحد المعلقه ديال الحليب، معلقه الحليب غبره بالحق. حتى غادي نطحنها ونردها طيب شويه، عاد غادي نزيد فيها، ونقدر نزيد فيها معلقه شعريه صافي. هادشي اللي كاين. ها نتوما هالحوت ديالنا، غادي نجيبو الدقيق وغادي نلويوه فيه، ونسخنوا المقله ونقليو. نتمنى اننا نكون عند حسن ظنكم. المهم هاد لا فيديو راه غير المهم ساهل وبسيط، غديوه سهله وبسيطه، نتمنى انكم جربوها. ها
هانتوما كيف كتشوفوا الحوت ديالنا، درنا ليه دقيق الفرص كيف كتشوفوا هنايا، درنا ليه شويه دقيق الفرص بحال هكا، مرمدناه فيه، ردينا المقله كتسخن. في نفس الوقت عندنا هنا الشعريه باش نكملوا الشوربه، شويه ديال الشعريه، شويه ديال العدس، غير شويه ديال العدس، واحد المعلقه نتاع الدقيق نتاع الحليب الكبرى، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزيت. هانتوما شوفوا الشوربه كيف طحنت الخضر اللي وريت لكم، الخضر اللي طحنت ها هما مطحونين، شوفوا راه كتجي غزاله، شفتوها كيف حمراء حمراء لحقاش الباربه اللي حتى هي سلقناها مع الخضر، كتجي غزاله هاد الشوربه. غنضيفوا شويه ديال الشعريه، غير شويه، ما غاديش نديروا الدقيق، غادي نضيفوا شويه ديال البزار، شويه الزيت، غير شويه ديال الزيت، غنديروا معلقه كبيره نتاع الزيت. ولا عندكم كريم فريش كتخويوه فيها، ما عندكمش كريم فريش كتضيفوا الحليب، الا ما لقيتوش كريم فريش وما عندكمش كتضيفوا الحليب غبره. انا غادي ندير شويه ديال شويه العدس، شويه العدس غير شويه، هانتوما شتيني غير معلقه العدس اللي غادي ندير. من بعد غادي نضيف الملحه، ملحه درتها، وغادي ندير معلقه ديال الحليب، الا ما عندكمش الكريم فريش كنضيف، هي اساسيا نديرو فيها الكريم فريش، ولكن الا ما كاينش الكريم فريش تنديرو الحليب، الحليب غبره راه تي ولا الزبده، راه زوينه هاد الشوربه رائعه. شوفوها كيف اللون كيف غزال وخاطره. المهم غادي نخليوها حتى طيب، وغادي نرجعو باش نقليو هاد نقليو الحوت ديالنا. درنا المقله تسخن، مقله تسخن، وغادي نبقاو نديرو الحوت. والشوربه ديالنا راه كطيب، بحال هكا الشوربه ديالنا كتغلى، ما غنزيدو فيها لا دقيق لا والو. اللي عندكم الزبده زيدوا شويه الزبده في هاد الشوربه. كيف قلت لكم الكريم فريش كندير فيها الكريم فريش، ولكن ما موجوداش عندي، فضفت فيها الحليب، الحليب غبره. المهم اللي موجود راه تقيو به. وهاد الحوت ديالنا ملي تقلى لينا دغيا كيتحمر، ما كيطيب ماشي ما كيشدش الوقت. كيجي زوين هاد الحوت. غادي نمشي نصاوب واحد السلطه باش نديرها مرافقه مع هاد الحوت، وصافي هادي هي الغديوه ديال اليوم مع ديك الشوربه العجيبه. كنسميها الشوربه العجيبه، هاد الشوربه زوينه زوينه مع الليل اللي فيها رائعه. هانتوما بدات كتغلى وغير بوحدها، ما فيها لا دقيق لا والو، غير الخضر اللي درت فيها، ورائعه رائعه رائعه. إلا زدتو فيها تاني الكريم فريش راه كتجي غزاله، تعطيوها الوليدات، حتى الوليدات الصغار يقدروا يشربوها، حتى الوليدات الصغار يشربوها، راه غزاله، فيها المنافع بزاف وما فيهاش الزيوت، فيها غير شويه الزيت صافي. صافي نحلي هاد الحوت، الحوت ديالنا هو قرب يطيب، الشوربه ديالنا هي طابخ. هانتوما شوفو الشوربه كيف دايره، زوينه صدقوني راه
ماشي غير التصوير، بنينه دوك الخضر كلهم متواسين مع بعضياتهم، وهذيك الباربه مع حلوه شويه كتعطي داك المذاق، وداك خيزو ودوك الخضر كلهم كيعطيو المذاق. غادي نخليو يطيب لينا داك العدس اللي درنا فيها وصافي. هادشي اللي كاين مال الطبلينه نوريها لكم كيف جات اساسا. هكا صافي نتيا تربيها فاش ما بغيتي. دابا هاد الشوربه هي موجوده، وانتم سربيوها في الطبق اللي عندكم ديروها فيه. الحوت ديالنا حتى هو معروف، اي طبق حطوا فيه زينو بالخص ولا زينو باش ما كان، وسربيو فيه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو سهل وبسيط وفوت متناول الجميع. اسمحوا لينا على الخباب ديالنا، اسمحوا لينا. المهم انا تنقلي الخبز كملنا الفيديو.